ورد ذكر متاع الدنيا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ووصف أكثر من مرة بأنه قليل. قل متاع الدنيا قليل، متاع قليل. ما هو المتاع؟ المتاع هو ما يتمتع به الواحد في هذه الدنيا، كل ما كان ينتفع به الواحد في هذه الدنيا مما خلقه الله يتمتع به يقال له متاع الدنيا. الله تعالى وصف متاع الدنيا بأنه قليل. إن كان متاع الدنيا قليلا فما وصفه الله بأنه عظيم كم يكون مقداره؟ قال الله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ثوابا عظيما. متاع الدنيا قليل، فكم يكون العظيم؟ لذلك حرص الأذكياء ممن وفقهم الله على أن يقدموا لآخرتهم ولا يتمسكوا بهذا المتاع ويتركوا استعماله في طاعة الله، فإنه كما قال الله تعالى فيه: إلى حين، هذا المتاع إلى حين ثم يأتي الأجل. والآخرة ينفع فيها الطاعة، طاعة الله، وهذه الطاعة قد تكون في أيسر الأشياء. فينبغي للمرء أن لا يستقل شيئا من الخير فيؤديه ذلك إلى ترك فعله، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستقل من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بابتسامة تبتسمها في وجه أخيك. وانظر معي إلى ما عملته السيدة عائشة، فقد استطعمها مسكين طلب منها الطعام وكان بين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويقول: حبة؟ قالت له: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ تشير إلى قول الله تعالى ووعده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية من بني إسرائيل رأت كلبا، هذا الكلب كاد يقتله العطش، كان يدور حول بئر، فنزعت ما في قدمها فاستقت له به فسقته، جعلت الماء فيه فسقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر لها به، كانت زانية وغفر لها بسقيها الكلب. هذه الحسنات التي يجمعها الإنسان في يومه وغالبا ينسى الكثير منها يجدها حاضرة يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. اليوم الذي صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الواحد فيه فقال: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. ما معناه؟ معناه الواحد يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا حاله، يصير كالذي يتلفت، يتلفت إلى اليمين وإلى اليسار فلا يرى إلا ما قدم من عمله. الإنسان من شأنه إذا فاجأه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغوث، فحال الواحد يكون مثل هذا الإنسان الذي يتلفت. قال عليه الصلاة والسلام: وينظر بين يديه،
ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، لا يرى إلا النار أمامه، إذ لابد له من المرور على الصراط، والصراط تحته النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، افعلوا ما يجنبكم هذه النار، ما ينجيكم من هذه النار. قال: ولو بشق تمرة، ولو بجزء من تمرة، لو بجزء، ليس بتمرة كاملة، ولو بجزء من تمرة، فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد، إن لم يجد حتى جزءا من تمرة ضاقت به الحال إلى حد أنه لا يجد جزءا من تمرة يتصدق به، قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. مهما اشتد بك الضيق، أنت لا تزال قادرا على تحصيل الخيرات واكتساب الحسنات. كل مسلم قادر على أن يحصل خيرا، بماله، بيده، بلسانه، بقلبه. نعم، الله لم يجعل كل الناس على نفس القدر من الذكاء أو قوة البدن أو الفصاحة في الكلام، الله قسم بين الناس، لكن كل مسلم مهما كان حاله قادر أن يكتسب الحسنات ويملأ يومه بما يضاعف له الثواب عند الله ويدخله الجنة. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله العبد يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله. الإيمان بالله هو الأصل الذي لا بد منه لدخول الجنة، وهو شرط لقبول الأعمال الصالحة، لأن من لم يكن مؤمنا بالله لا يقبل عمله، لا يكون له ثواب عليه في الآخرة، مهما عمل في الدنيا من الصدقة وإعانة المحتاج، إن لم يكن عنده إيمان بالله تعالى هذا لا ينفعه في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأول ما قاله صلى الله عليه وسلم في جواب أبي ذر رضي الله عنه: تؤمن بالله. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني يسأل عما يفعله زيادة على الإيمان من العمل حتى يكون ثوابه أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله، يتصدق ولو بشيء قليل. قال: قلت يا رسول الله، فإن كان معدما، إن كان فقيرا لا شيء له، ليس عنده ما يتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه، يقول كلمة طيبة. قال أبو ذر: قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، إذا كان ثقيل اللسان لا يحسن الكلام والتعبير. قال صلى الله عليه وسلم: فليعن مغلوبا، يساعد بقوته الضعيف المغلوب. قال أبو ذر: قلت فإن كان ضعيفا لا قوة له. قال صلى الله عليه وسلم: فليصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يحسن العمل، لا صنعة له، فتصنع أنت له. فقال عليه الصلاة والسلام: فليصنع لأخرق. قال أبو ذر: قلت فإن كان أخرق. فالتفت إلي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تريد أن تدع في صاحبك خيرا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يدع الناس من أذاه، يكف أذاه عن الناس. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله،
إن هذا ليسير كله. أبو ذر يسأل عن أمر عظيم، عن العمل الذي يدخل به الواحد الجنة وينال به الثواب في الآخرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي يقدر كل واحد عليها أو على بعضها إن عجز عن البعض الآخر. فقال أبو ذر: إن هذا ليسير. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله، يريد الثواب من الله، ليس مراده أن يمدحه الناس، لا يعمل هذا العمل حتى يقول الناس فلان تصدق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة، أي كانت من أسباب دخوله الجنة. وقتك ثمين ومطلوبك كبير وكرم الله عظيم، فلا تقصر وبادر في صرف وقتك في طاعة الله تعالى قبل أن تصير إلى يوم تتمنى أن لو استفدت من وقتك ولم تضيعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.